اما هلا هايدي بننتقل لفقرتنا الطبيه لليوم. رح نحكي عن موضوع يمكن عم نشوفه منتشر بشكل كثير كبير بالاونه الاخيره، الحصيات الكلويه قديش الى اثار على الجسم بسبب نقص الماء بالجسد، خصوصا في فصل الصيف والتراكمات ممكن تكون داخل الكليه، اعراضها ممكن تكون جدا مؤلمه، كيف رح تكون طريقه العلاج؟ رح نحكي عنها اكثر مع الدكتور محمد عزام استشاري جراحه الكلى والمسالك البوليه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الاخوه المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. بدايه خلينا نحكي اكثر عن الحصيات الكلويه كمصطلح طبي. الحصيات بشكل بسيط هي عباره عن اجزاء صلبه بتتشكل ضمن السبيل البولي نتيجه ترسبات لبعض مكونات البول. لما بتزداد وبصير تراكيز عاليه ضمن البول بتترسب بتشكل بلورات تلتصق ببعضها بتشكل الحصيات، تماما تشبه الحصيات اللي بنشوفها او الحصى اللي بنشوفها بشكل يومي. يعني معظم الناس مارقه بهي المرحله صحيح. متألمه او حدا من عائلتها ف بيعرف تقريبا شكل الحصيات، يعني حتى ما بيجي بيوصفها بيقول لي انا شفت حصات خرجت بلون معين بحجم معين. حكيت نقطه كثير مهمه يعني دكتور، انه اغلب الناس او المحيط بتلاقي في حدا متعرض لهي المشكله الطبيه الصحيه. خلينا نحكي عن الاسباب الاساسيه لتشكل الحصيات بالكلى، وعم نشوف يمكن نسبه عاليه اليوم ضمن المحيط. تمام، كل عام وانتم بخير. هلا جايين على مرحله الصيف بتزداد تشكيل الحصيات بهذا المناخ نتيجه ارتفاع الحراره، بصير في تعرق وخاصه عند الاشخاص اللي ما بيشربوا مي كثير، وخاصه عند الاشخاص اللي ما عندهم حركه مثل مثلا السائقين او اللي بيشتغلوا اعمال اداريه قاعدين خلف المكتب. بتلاقي انه شربهم المي قليل، الجو حار، بصير في فقدان للسوائل عن طريق التعرق فتتكثف البول عندهم وبزيد تراكيز كثير من مكوناتها، الكالسيوم او الاوكزالات او حمض البول، وهي المكونات هي اللي بتشكل الحصيات. لما بيزداد تراكيزها بتبطل انه تنحل ضمن البول فبتترسب وبتشكل رمال او بتتشكل حصيات. طبعا بتختلف احجامها، ممكن تكون بالميديات، ممكن توصل لسنتي 2 سنتي 3 سنتي، احجام كبيره بناء على التداخل والعلاج او الاهمال. يعني هذا بيختلف من مريض لمريض يعني. تمام دكتور، خلينا نوضح اكثر الاعراض يلي ممكن تظهر عند الشخص يلي عنده حصيات كلويه، هل هي نفسها موجوده عند النساء والرجال؟ تماما، هي نفسها عند الرجال والنساء، لكن بتختلف درجة الألم فيها بناء على موقع الحصات وحجم الحصات. أحيانا بتكون الألم بسيط وبيلاحظ المريض أنه في نغزات معينة أو آلام بسيطة بتتكرر بالخاصرتين، طبعا هي بناء على مكان الحصات كمان. ممكن تكون أسفل البطن، ممكن يكون العرض الشائع هو الألم الشديد. ألم الحصيات هو ألم شديد جدا صحيح. يعني بيوصل صحيح. لمرحلة أنه المريض ما بيقدر يتحمل هذا الألم صحيح. بيروح إسعاف على المشفى، بياخذ أنواع عدة أنواع من المسكنات حتى يرتاح ونقدر نسيطر على الألم. ممكن تترافق مع أقياء غثيان، ممكن مع ترفع حروري وتعرق، ممكن مع بردية. احيانا المريض بيجي بيقول انا في تكرار تبول صار عندي او ما عم يقدر يتبول نتيجه انسداد المسالك البوليه عنده بانحشار او توقف الحصات ببعض الاماكن فبتوقف تدفق البول. احيانا بتعمل تخريش وتجريح للجهاز البولي فبيصير في نزف دموي، بيله دمويه بنسميها، بتكون شدتها مختلفة. طبعا احيانا بيجيني المريض بيقول في بول غامق، او احيانا بيلاحظ فعلا بشكل صريح الدم، بيقول انا لاحظت وجود الدم بشكل واضح ومع خسرات، بصير في كتل خسرية من الدم
تخرج مع البول. فبيختلف هذا الأمر بناء على شدة الحالة. وهذا اللي بدي أسألك عنه دكتور. خلينا نحكي إمتى بيتم اللجوء للعمل الجراحي؟ يعني نحن بنسمع دائما دكتور إنه أحيانا بيعطي أدوية ممكن الكلى تخرج، ممكن لا يتم عملية تفتيت، وأحيانا الحجم كمان بيلعب دور. طريقة العلاج بتختلف بناء على حالة المريض العامة وعلى موقع الحصات وتركيبة الحصات وعلى حجمها. في عدة عوامل نحن منقيمها لحتى نختار العلاج. الخبر الحلو والسار بالنسبة للمرضى اللي بيعانوا من حصيات انه العلاج الجراحي تقريبا شبه انقرض، ما استخدم بعلاج الحصيات. صار في نقلات نوعية كتير كبيرة وتطور كتير كبير بعلاج الحصيات بدون جراحة. أهم نوع بالعلاج هو العلاج الدوائي يلي بيحتاجه معظم المرضى. يعني كثير من الأيام أنه حتى العلاج الدوائي فقط بنقله للمريض أنه كتر شرب سوائل مياه، بلاقي أنه خرجت الحصات بألم بسيط وارتاح المريض. حتى المريض بيرجع لعنا أحيانا بيقول لي أنه أنا لاحظت أن الحصات خرجت وارتحت وما عاد شعرت بأي ألم. هي لما تكون حصات صغيرة الحجم بتخرج ضمن السبيل البولي، لكن لما تكون بحجم كبير بتوقف بأماكن معينة تعتبر ضيقة أكثر من أماكن أخرى، مثل الوصل المثاني الحالبي أو وصل الكلية حويضة الكلية مع الحالب. هي أماكن بتكون ضيقة فأحيانا بتوقف عند الحصات وبتسبب انسداد وآلام شديدة. العلاج بيتنوع من مثل ما قلنا انه اكسار من السوائل، مسكنات، لعلاج دوائي، واحيانا بنضطر نستخدم العلاج اللي بنسميه الاي اس دبليو ال، العلاج بالامواج الصادمه. هون فينا نسميها دكتور تفتيت حصات. هذا تفتيت حصات تمام. شو هذا العلاج بدي اسالك عنه، بيمشي مع كل الحالات اليوم او حسب؟ تمام، هو معظم الحالات بنفتتها بهي الطريقه. الحصات بنعرضها لطاقه معينه من الامواج بتحولها لفتات بتخرج ضمن السبيل البولي. لكن في طبعا مضاد استطباب، نحن في مرضى يمنع انه نستخدم عليهم العلاج بالامواج الصادمه. في طرق ثانيه من بيتم استخدامها. طبعا لما بتكون حصيات اكبر حجم ممكن نستخدم التفتيت بالليزر عبر التنظير. يعني بندخل وهو يعتبر يعني نقله نوعيه كثير كبيره. هو الفليكسبل يوريتروسكوبي عن طريق طاقه الليزر اللي بنستخدمها بشكل مباشر على الحصاد. بندخل نحن من مخرج البول، مكان مخرج البول عن طريق الاحليل عبر انبوب كثير رفيع قابل انه ينثنى بشكل بنسميه تنظير مرن. في كاميرا دقتها عاليه. بندخل من مجرى البول للمثانه او للحاله او حتى بنوصل للكليه. هو كثير اهميته انه نحن قادرين نصل لمعظم اجزاء الجهاز البولي عن طريق التنظير هذا الجهاز، وبنوصل للحصات وبنقيمها وبندخل بنحاول انه نحن نفتتها بطاقه الليزر. بتتفتت لاجزاء وبيتم اخراجها. كثير جيد وهذا العلاج في لها نتائج ايجابيه، نتائج كثير جيده وايجابيه. وحتى المريض بيخرج بنفس اليوم على البيت وثاني يوم بيتابع نشاطه بشكل اعتيادي، ما بحاجه لاقامه بالمشفى، ما له اعراض جانبيه تقريبا شبه معدومه الاعراض الجانبيه. ونتائجه كثير جيده والمرضى كثير بيرتاحوا على هي النوعيات من العلاج. طيب دكتور خلينا نحكي عن الماء. يعني قلنا انه من الاسباب تشكل الحصات فقد الجسم للسوائل خصوصا بفصل الصيف، وفي ناس بتلاقيه ما كثير بتشرب مي، بس نوعيه المياه قديش بتلعب دور؟ يعني في ناس بتقول لك لانه انا بشرب من ميه ابار مياه كلسيه كمان بتاثر بتشكيل الحصيات بالكلى ولا لا ما لها علاقه؟ كثير لها دور مهم نوعية الماء وكمية الماء. المياه النقية كثير مهمة، كمية المياه كثير مهمة، لأن نحن تحدثنا أنه الأساس في تشكيل الحصيات طبعا في عدة عوامل، لكن أهم عامل هو العامل الانحلالي، يعني عامل موضوع التركيز
والمياه. يمكن ستات البيوت بيعرفوا انه هن لما بيزيدوا مثلا، نفرض مثال كثير بسيط، بيزيدوا كمية ملح ضمن كاسة مي، لما بيزيدوا تركيز الملح بشكل كثير كبير بطل ينحل معهم. صحيح. فحتى يزيدوا مي أكثر حتى ينحل. فكمية المياه لما نحن بنزيدها، هي الرواسب أو هي الأملاح والمعادن الموجودة ضمن البول بتنحل ضمن المياه فبتخرج. لما بيكون تركيز المياه قليل بتؤدي لتوسيبها. يعني كمية المياه لازم ما تكون أقل من 2 ل 3 لتر. طبعاً بتختلف من شخص لشخص حسب المهن، يعني صحيح. في شخص عم يشتغل بمناخ معتدل بيختلف عن الشخص اللي عم يشتغل أعمال يدوية تحت أشعة الشمس، هذا بيفقد سوائل أكبر، فبالتالي لازم يعوض بطريقة أكثر، يشرب مياه أكثر. حتى لو ما كان شاعر بالعطش، كثير مهم هي الناحية. في ناس ما بتحب تشرب مي أو بتشرب مي بس لما بتعطش، وخاصة بالشتاء. يعني بتفاجأ أنه مثلا بتقول للمريض اليوم مثلا خلال 24 ساعة قديش كمية المي اللي شربتها، بيقول أنا ما شربت خلال 24 ساعة أبدا، يمكن كاسة شاي أو فنجان قهوة. وبالعكس تماما، العصائر نحن ننصح المرضى أنه يبتعدوا عنها، فقط العصائر اللي بيساووها ضمن المنزل. صحيح. العصائر الطبيعية، لكن الصودا أو المشروبات الغازية لها دور كتير سيء بتشكيل الحصيات. تمام. يعني دكتور خلينا نحكي أكثر، الأشخاص السليمين صحيا هل ممكن يتشكل عندهم حصيات كلوية بسبب نوع أطعمة معينة، نظام غذائي ممكن يتبعه يكون خاطئ؟ خلينا نوضح أكثر شو الأطعمة اليوم ممكن نتجنبها. هل هي الحمية بتكون غالبا بناء على نوع الحصاد، يعني اللي عم بيشكل حصيات بشكل متكرر من الكالسيوم والأوكسالات، لازم بعد عن الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل البطاطا الحلوة، الكاكاو، السبانخ، أو مثلا مع أنه مفيدة للجسم مغذية، ليش أنه مفروض نبتعد عن تمام، نحن ما قلنا أنه ما مغذية، هي مغذية لكن استهلاكها بتراكيز عالية. بالنسبة لهذا النوعيات من المرضى هون مضر، مثل اللي معه السكر وبينحمى عن السكر، اللي معه ارتفاع حمض البول بينحمى عن البقوليات، اللحم الحمراء. تمام. حمض البول لما بيكون بتراكيز عالية بشكل حصيات. في شخص بياكل نفس الأطعمة لكن ما بيرتفع عنده حمض البول، وفي شخص بتلاقي عنده حمية لكن جسمه بيشكل تراكيز عالية من حمض البول وبشكل حصيات. فهذا بيعتمد على نوع المريض، نوع الخلل الاستقلابي اللي موجود ضمن جسمه. القاعدة الأساسية هي شرب كتير كمية من المياه مثل ما حكينا، التخفيف من الملح أو الأطعمة اللي تحتوي نسبة عالية من الأملاح، يعني أي شيء مالح يفترض يبعد عنه، البقوليات لأن ترفع حمض البول، اللحوم الحمراء يفترض يخفف منها، والمشروبات الغازية. يعني هي قواعد، فينا نقول انه قواعد عامه. هلا نحن بنخصص بحميات معينه بناء على نوع الحصاد لما بنشوف المريض وبنتابع عبر التحاليل وبنعرف انه بشكل نوع معين من الحصيات، بنقول له انه في عندك انت بالذات، يعني ممكن اخوه بالعيله او زوجته او اولاده ياكلوا هذا الاكل، لكن هو بنقول له انت بتفترض تخفف هذا الاكل بسبب حالته الخاصة فيه هو. يعني أكيد. بختام دكتور نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا كثير دكتور، ولكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها حضرتك. شكرا لكم. شكرا.